نانو أزورا عندو كري يخش يمشي يجيب جام كيس هناك ورا سافدا قال ورا هناك أصلا خمسة نسوان يمشي يجيب جام كيس ورا هناك خمسة رجال بخش يمشي يجيب جام كيس مارسا مارسا لكن أتأكد إنه ما عنده كري مارسا مارسا كيتو وين مارسا مارسا لكن المسافة هنا خمسة هذا ده خمسة لكن خمسة نسوان everybody we'll take out tickets in the back تكلم مع رمضان كريم وعطنا وأنتم طيبين ويا رمضان الحمد لله رب العالمين ربنا وصلنا على رمضان وأتى يوصل لنا سنة جاية نسأل الله بالتوفيق شهر رمضان شهر المعافى شهر البركة ربنا يسهل لنا في بلدنا إن شاء الله Go and take the cut. How do I know? ابو ربنا يوصلوا للسنه الجايه عشان انه يدعم لنا المسلمين اللي جنوب السودان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أنا هنا جينا في ولاية هنا وإن شاء الله الناس الولاية كان عندهم دور كبير بيساعد في الناس يعني من ما بدأنا رمضان ما لقينا حق الكيس بتاع رمضان لكن الحمد لله ربنا وفقه وجاب الكيس والليلة الحمد لله الزول أخذ كيس بتاع الصيام ربنا يبارك للزول الفكر بيعمل في حاجات زي ده المنظمة بتاع تركيا قام بعمل ده ربنا يبارك له وإن شاء الله يعني هو كل سنة كان بيساعد في بلد ده السنة ده كمان قام متأخر لكن الحمد لله عمل دور بتاعه إن شاء الله ربنا يبارك له والناس الشغال الناس الماسك شغل قاعدين يساعد في البرنامج ذاته ربنا يبارك لهم وما بزيد كلامي أكثر من كده لكن إن شاء الله ربنا يبارك الناس اللي بيعمل العمل خير السلام عليكم اسم بداية إبراهيم لوال آدم إبراهيم لوال آدم طيب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحن نشكر دولة تركيا الشقيقة في منظمة بتعمل تيكا نحن نقول لهم جزاكم الله خير ربنا يجزيهم كل الجزاء ونتمنى انه ربنا برضه يعني يتقبل من القائمين على امر هذا العمل نسال الله ان يجعل في ميزان حسناتهم ان شاء الله باذن الله تعالى ونحن برضه ندعو لاخواننا الاتراك فيما حصل لهم من الاحداث المؤسفه من الزلازل وكده برغم ذلك هم برضه يمدوا يد العون للاخوتهم في جنوب السودان مسلمي جنوب السودان ونسال الله ان يتقبل ان شاء الله اعمال الصالحه ان شاء الله اسمه فاروق يال بعدين ما عاد لازم نجيب زحمه انا اوكي على خمسه يجيب
هناك ورا يمشي ورا هناك يبدا ورا بس نسوق اكيد بعد ما هو يجيب لي لازم كله لازم نفتح لازم نشيك اكيد هو ورا هناك ورا ورا بعد هذا دورة الحمد لله الحمد لله كل سنة وانتم طيبين وصحة وسلامة. الحمد لله علينا الصائمين رمضان بخير وعافية. نشكر منظمة شنو تركيا الجابوا كيس الصائم للصائمين وشكرا جزيلا. محمد اسماعيل شيخ منظمة اسمع شكيني دادا فرج الله مسلمة طبعا شغالة هنا في مجلس الإسلامي ولاية السوايا الوسطى يوبا. فإحنا مرتاحين في منظمة دي منظمة ما جديدة علينا طوال قاعد يدعمنا طوالي يعني كل سنة في رمضان قاعد يدعمنا وإنا بنقول لهم إن شاء الله الله يزيد لهم أكثر من كده لأنه زول خيري الله لازم بديه أكثر من كده. فأنا أشوف كمية من الناس اللي بيساعدوا إحنا بنشوف ده كتير خالص بس للأسف يعني حاجة تانية اللي أنا بقول حاجات دي متأخر فعلا شوية لكن ما مشكلة لأن الليلة ملتزم بالرمضان معناته ملتزم حتى لو ما جانا كيزة زول لازم ملتزم برمضان ده حاجة الكتبوا لنا خلاص وأنا بقول لهم شكرا كتير شكرا كتير كتير ولا المعيشة في البلد كيف معكم مع رمضان المعيشة في البلد صعب فعلا المعيشة في البلد ده صعب حسا كان ما اشتغلت بنظام ذاته كان ما اشتغلت بنظام تشوف هجة مليان لما يقوم ناس بيجي بيختفى الأكل حسا كان ما اشتغلت بنظام بيختفى الأكل يعني نظام الحسا اشتغلوا به ده نظام كويس وده نظام بيحدد للمسلمين عشان يلقى حقهم حتى لو بسيط خليه يلقى حقهم ده انا بنشكر منظمة تيكا الله يديهم اكتر من كده والله رمضان كريم وصوم يفطر على خير ونسأل الله انه ربنا يصبرهم بكارثة بتاع زلزال اللي حصل لهم في بلد ونقول ربنا يصبرهم ربنا ويعودهم ربنا يبنيهم تاني ربنا يعفيهم كلهم في المصيبة ومصيبة بتاعتنا كلنا نجيف معهم نقول لهم إن شاء الله ربنا بيعودهم ربنا بيزيد عليهم الخير والعمل ده ربنا بيسجل ميزان حسناتهم ويديهم الأجر الجزيل هم في مشكلة بتاع زلزال ولكن برضو يعني وقفوا مع أخواتهم في جنوب السودان المسلمين الصائمين فربنا بيديهم الأجر الجزيل إن شاء الله بارك الله فيكم ورمضان كريم. الاسم فاروق فرج الله جمعة إمام مسجد قدل رضوان قدل 2 طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الذي أكمل لنا هذه الأيام 15 يوما في شهر رمضان المبارك كما نشكر الإخوة في دولة تركيا الشقيقة بمساعدتهم لنا في تقديم لنا كيس الصائم وهذا شيء عظيم وده حاجة جميل جدا كما نشكر إخواننا أيضا في الأمان العام بتاع المجلس الإسلامي النسقوا يعني هذه المائدة ونشكر أيضا إخواننا في أمانة بتاع أمانة بتاع المجلس الإسلامي لإستوائي الوسطى الذي لبى لنا ونادانا بتسليم هذه المائدة كما نشكر يعني كل شكر وتقدير رئيس الجمهورية جنوب السودان الفريق أول سلف أخير مياردد الذي هيئ لنا هذه العلاقات مع دول الشقيقة وأشكره أيضا باهتمامه لنا
في دولة الجنوب. نحن كمسلمين جزء من المواطنين بتاع دولة جنوب السودان، وقدم لنا سيد الرئيس الكثير في الأعضاء بتاع الأعياد عيد الأضحى المبارك وإفطارات شهر رمضان سنويا، وتقديم لنا إخواننا يعني إلى الحجاج بيت الله الحرام، والشخص يعجز في أن يقدم صوته ويقدم الشكر، ولكن نسعى الله تبارك وتعالى لجميع المانهين لنا عمل الخير أن يتقبل المولى عز وجل في سجل حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منة الله بقلب سليم. معكم أخوكم الشيخ جبريل بولكور، عضو بمجلس الشورى مجلس الإسلامي لجنوب السودان ورئيس لجنة العلاقات البينية بشورى، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kata batu ya zon.